السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير، وكنتمنى من اللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد، وشكرا لكم على الدعم. قالت سلمى: انتي مالكي ما كتعاودي لينا والو؟ قلت: ما كاين والو هاد الساعه. وهي تقول: السكرتيره ديال المدير وما في خبارك والو. قلت ليها: اختصري يا صاحبتي، عندي ما يدار. وهي تقول: الشركة تباعت. قلت ليها ضحك الباسل. وهي تقول: بصح ما في خبارك والو. قلت ليها بالعمى. وهي تقول: البولة الخضراء شعلات، وسيري شوفي المدير اش باغيك ورجعي عندي نبنقق ليك. هاد سلمى عالم خدامة في قسم الحسابات وعاطيها غير التبرقيق، ما كتزكل حتى حاجه. دقيت الباب ودخلت. قلت: وي مسيو. وهو يقول: انيسة ايمان، الشركه تباعت وغدا ان شاء الله غادي يجي المالك الجديد. قلت لي: لا عافاك، ما تقولش ليا غتجريو عليا. وهو يقول: انا ما بقاتش عندي الصلاحيات باش نفصل شي موظف، كندور ما غاديش يخرجوك من خدمتك على حسب ما كنعرف المسؤول الجديد غادي يخليكم كاملين، وما تنسايش عندك كونطرا لمده عامين، ما يقدروش يديروا معاك شي اجراء. قلت ليه: الحمد لله. وهو يقول: بغيتك تجمعي لي الملفات وكاع اللي كيخصني ديريهم في هذوك الكراتن، ومن بعد قادي البروغرام الغدا على حساب المدير الجديد. قلت له: اوكي مسيو. قديت كل شيء واخيرا وصلت الربعة، خرجت وشديت طوبيس وصلت للريستو في الوقت. لقيت محسن وهو يقول: سربي سربي الدنيا عامره. قلت له: خمسات دقائق وانا معاك. دخلت بدلت حوايجي ولبست ميني صايه في الكحل وقميجه بيضه مع بابيه وخرجت كنسربي. يا لطيف الدنيا مدكوكه حييت. وصلت تسعود والو عاد ما كتزيد الدنيا تبلوكا. دخلت واحد خيتي مطلصه وجهها كيف الشيخه، سنيتها حتى جلسات ومشيت عندها. قلت: مدموزان اشنو غدا تطلبي؟ قالت: كنتسنى خطيبي حتى يجي وندوموندي انا وياه. خليتها ومشيت كنسربي في الناس الاخرين حتى تزعزع قلبي من واحد بنادم جاي داخل كنت غدا نسخف بزز باش شديت فراسي. اش منك يا طولة واش منك يا قلدة والعوينات؟ ولكن سرعان ما غدا نتزعزع للمرة الثانية، فاش غنشوفو جلس مع هاديك القردة غير التعليم. وخي الله شفتو ثلاثة ديال دقائق دابا، ولكن حبيتو وجاتني الغيرة. مشيت عندهم ووقفت بلا ما نهضر. قالت: بيبي شنو تاخذ؟ وهو يقول: غير قهوه. قالت: ما بغيتيش تعشى؟ قال ليها: لا. وهي طلب مني داكشي اللي بغات، جبت ليها داكشي اللي بغات، وفاش جيت نحط ليه القهوه شفت في وجهه وتلافت وفي عوض نحطها على الطبله خويتها عليه. وهو يقول: اش هاد المرض واش ما كتشوفيش؟ قلت له: انت خليتي ليا نقشع شي وزه. خنزر فيا والعروق ديالو خرجوا وهز الطابله وقلبها بحال لينا المحل ديال باه. الكذوب على الله حرام، نوض فيا الرعب، مالي كاع شنو درت؟ وهي تقول: هي شفتي شنو درتي؟ انا غدا نقول ليهم يجريو عليك. قلت ليها: وين وخلعتيني؟ وهو يقول: محسن ايمان اش واقع هنا؟ قالوا هذاك اللي جالس معها: عيط على مولشي. وهو يقول: مصطفى انا هو، واش عارف اش درت يا سي؟ جبت شك وكتب فيه ولحو ليها على وجهه. وهو يقول: هاد الشي اللي ريب تخلصتو ليك وبزايد، وهادي ما نبغيش نشوفها هنا. قلت: عمي هذا مالو بان ليا كيقلب على خليان ضربوه؟ دار عندي وانا نتخبى مورا محسن. وهو يقول: مصطفى اسمح لي
ولكن هاد الدرية ما نفرطش فيها وخا تعطيني مع الدنيا. قال وداك خينا ما قلتي عيب، وشد في هاديك خيتي وخرجوا بجوج. صراحة بقى فيا الحال حيت كاع ما داها فيا، ومن بعد صبني عمي مصطفى مزيان وكملت مع 12 اخيرا. وصلني محسن بالموتور، عزيز عليا هاد الدري ديما كيتعامل معايا مزيان. دقيت وهي تقول فاطمه زيدي دخلي. قلت لا غير اري ليا مالك، راه فيا الموت ديال النعاس. دخلت جابتها ليا هزاها حيت نعسات. قلت صبحي على خير. دخلت للدار وحطيت ملاك في بلاصتها وغطيتها وتجبت حتى انا. وفي الصباح نط على المكانه كتصوني مع الستة ودوشت. نعرفكم بعدا براسي، انا سميتي ايمان، عندي 21 عام، بنت زوينه بيضة وشعري كحل وعويناتي كحلين بحال الليل، وفورمتي ممتيره ونزيدكم متواضعه وعايشه غير انا واختي اللي عندها 5 سنين. ووالديا ماتوا فاش تحرقات لينا الدار. خدامه في واحد الشركه سكرتيره، كنخرج مع الربعه وكنمشي لواحد الريستو حتى هو كنخدم فيه. كنبدا مع 5 وما كنسالي حتى 12 الليل حيت محتاجه الفلوس. واخا كنعيا بزاف ولكن ما عنديش البديل، على قبل اختي ندير المستحيل حيت كيخصها الدواء غالي ومحتاجه العمليه بعشرة المليون. وعاد كنخلص الروض اللي كتبقى فيه من 8 الصباح حتى 8 الليل، وكندور مع واحد جارتي باش تجيبها من الروض وتخليها عندها حتى نجي من الخدمه. وخا هي مسكينه ما كتبغيش تشد من عندي الفلوس، ولكن انا كنحلف عليها. كيف كيقولوا الا كان صاحبك عسل ما تلحسوش كامل. كملت الباس وفيقت ملاكي غير بزز، لبستها وفطرتها ومشيت ديتها للروض وشديت طوبيس الشركه. ومن الزهر المكوز اللي عندي اخسر بينا الحاصل. وصلت معطله اليوم ما عرفتش غيدير معايا المدير الجديد. غير دخلت لقيت كل شيء مجموع في القاعه ومشيت عندهم، لقيت وجههم ما كيتفسرش. قلبت على البرقاقه باش نسولها، قالت كحلتيها انتي بعدا غير سكتي. قلت ليها وهضر يا الويل. وهي تقول المدير جديد جا قبيله وانتي ما كنتيش، عيط غير لسهام هي اللي قادات الاجتماع ديال الموظفين. قلت ليها علاش اش داروا زعما؟ وهي تقول يمكن باش نعرفوه ويحط القواعد ديالو. قلت قواعد؟ حاسب اللي هذا النهار ما غاديش يخرج على خير. وهي تقول سلمى فمك لا حسوك البختي. قال السلام عليكم، معاكم ليث العمراني المدير العام للشركة، ما نطولش عليكم، كيعجبني الانضباط والجد في العمل، اي غلط الباب، يلا بالتوفيق. ما هزيتش راسي حيت هاد الصوت مألوف، خفت غير يكون داكشي اللي في بالي. قالت سلمى وش شفتيه يا اختي واعر؟ قلت ما شفتوش، انا غدا نمشي للبوست ديالي قبل ما يجي كركبني برا. ومشيت للبيرو ديالي يلاه جلست وشعلات البوله الخضر، ما عرفت ليش باغيني غدا عنده. كنطلب الله ما يكونش هو اللي في بالي. دقيت وقال تفضلي، جاو عيني في عينيه وتصدمت صدمه العمر. قلت لي انت؟ وهو يقول انتي؟ ناض من بلاصتو هو يقول ايش كديري هنا؟ قلت له خدامه سكرتيره ديالك. طلع وهبط فيا، دار ديك الشوفه ديال الاحتقار، ما كرهتش نتلاحى عليه بشي قجه ولكن محتاجه للخدمه. قال كي درتي ليها ياك البارح كنتي كتسربي؟ قلت له اش فيها الخدمه ماشي عيب. وهو يقول جمعي زبلك وسيري في حالك. قلت له باش من حق؟ وهو يقول انا مول الشركه وندير فيها ما بغيت. قلت له ولكن عندي معاكم كونترا العامين. وهو يقول انت اللي كتقلبي على الصداع،
جيبي لي قهوة. قلت في خاطري ما نجيبش ليك السم. اسمعني، بانوا لي عروقو بداو كيخرجوا وطرت جبتها لي، بغيت نحطها لي وهو يشدها من ايدي. قلت ليه خفتي نخويها عليك، وهو يقول هنا ما كاين اللي غيفكك. قلت له شكون هذيك اللي كانت معاك البارح؟ واش بصح خاطبها؟ قال لي أنيسة، شفتك تيقتي راسك، هزي دوك الدواسة، بغيتهم اليوم يكونوا واجدين، ما تمشيش حتى تساليهم. قلت هادو خدمة 3 أيام، كيفاش غندير ليهم؟ وهو يقول شغلك هذاك. هزيتهم وأنا كندعي فيه ومشيت للبيرو ديالي، حضرت راسي ما بقيتش هزيته. احتاجت سلمى قالت إيمان يلا نتغداو. قلت لها غير سيري، ما فياش الجوع، خاصني نكمل هاد الشي، ما بغيتش نضيع الوقت. بقيت خدامة على داك الشي، ساليتهم في الوقت مع الربعة، ودخلت عندو لقيته جالس في الجنب ديال البيرو وشاد تليفونه كيبتسم. قلت له ها هما انا غادة. وهو يقول مزيان، وغداشي معطلة، والله الا دخلتي. تعصبت وخرجت حاقدة على الوضعية. مشيت للريستو لقيته مقلوب. قلت ليه محسن مالكم؟ وهو يقول لي يا محسن الريستو تباع. قلت ويلي، وفين هو عمي؟ قال لي يا محسن ما كاينش. وقلت له شكون شراه؟ وهو يقول ما عرفتش. وهي تقول كريمة إيمان سمعتي الخبار؟ قلت ليها ويه مصيبة، ما عرفت شكون هاد الويل اللي غادي يجي لينا، حتى كنسمع. قلت بسم الله الرحمن الرحيم، اش كدير هنا؟ وهو يقول هكا الناس كيدويو مع اللي مخدمينهم. قلت ليه احنا دابا ماشي في الخدمة. وهو يقول ايوا خرجي. قلت له كيفاش؟ قال إلا ما كنتيش غدا تخدمي لاش غنخلصك. قلت له بلاتي واحد الدقيقة، واش انت اللي؟ قال وي، ودابا سالا وقت الترحيل وكل واحد يمشي لخدمته. اوف اشنو زعما غنبقى نشوف فيه ليل ونهار بزاف. بصح راه كيحامق بالزين، ولكن راه كيمحني. ادخل هو لداخل وانا بقيت في تمارة، ما كملت حتى عظامي حسيت بهم ماتوا عليا. وهو يجي عندي محسن يلا ها ايمان. قلت له يلا. وهو يقول لينا ليت فين غادين؟ قال له محسن نوصلها. قال ليت اوكي وصلني. ومشيت ناخد اختي وهي تقول لي فاطمة ايمان غدا بنتي ما غداش نكون، حيت مات ليا ولد عمي في العروبية، ما غنجي حتى الغد ليه. قلت ليها واخا ماشي مشكل. ادخلت للدار وحطيت اختي وجلست كنخمم كيفاش غندير ليها غدا، ما كاين اللي نأمن على اختي معاه، وزايد هالمصيبة ديال الليل، وبغيت غير ناكل. لقيت الثلاجة كتصفى، النهار كامل ما حطيتش النعمة في كرشي. ما عرفتش علاش هاد الدنيا محكسة معايا هكا. الحمد لله كيف ما كان الحال انا راضية بمكتبي، وبقيت جالسة حتى صبح الحال. ما بغاش يجيني النعاس، ولبست حويجي ولبست اختي وديتها للروض، ومشيت للشركة وتلاقيت مع موراس في الباب كنشوف فيه بحال شي وحدة مبوقة. وهو يقول لي جيبي لي القهوة وجي باش نوريك الفاكس اشنو تكتبي فيه. قلت له اوكي. جبت جوج ديال الطاز القهوة ودخلت حطيت ليه ديالو وحطيت ديالي. وهو يقول لمن هاديك؟ قلت له ليا. قال كضحكي معايا. قلت له ما فيها والو. هزها ولاحا حتى تشتت الكاس وشد ليا ايدي وورك عليها. وهو يقول حتى الخدمة ما نرحمكش، كنتي غتبرهشي غير سيري في حالك من دابا، بديت كنغوت ايدي قصحتيني. ولكن هاد بنادم ماله؟
اللهم سم العيالات ولا سموه. يا لطيف، طلقني ورجع لبلاصتو. بقى كيمليه عليا وانا كنكتب. شويه بدا كيسرب بالهاني باش نتلف ويلقى منين يدوز ليا. ساعه هلقاني مطيور عليه، خدمت التليفون باش نسجل هدرته، وهكا ما غنفلت والو. قال قديتي كل شيء؟ قلت له اه، وهو يقول مزيان جمعي ديك الروينه. قلت له هاد الشيء من اختصاص فاند ميناج. خنزر فيا وقلت له واخا، وجمعت داك الشيء ورجعت البوست ديالي. احتاجت عندي سلمى وهي تقول حتى اليوم ما غتاكليش. قلت اكليت، كنت جبت معايا بوكاديور. وهي تقول يلا انا مشيت. مشيت وانا تكيت على البيرو ونعست. يلا غدا نبدا نحلم، حتى كنحس بشي حاجه ترضخات نط قافزه. قال هادشي اللي بقى. قلت له مالك، وقت الغداء وبغيت نرتاح فيه. وهو يقول شوفي الساعه. شفت ناري بويمتي، نحست ربعه سوايع. قلت والله ما درتها بالعاني. وهو يقول غتزيدي سوايع وما غتسالي حتى لتمنى، وفاش تجي للريستو دوك ثلاثه سوايع غتزيديهم. قلت له ناري حشومه عليك، واش حساب ليك انا ماكينه؟ وهو يقول علاش خدامه جوج خدامي. قلت له وانت مالك؟ وهو يقول واخا. مشى وخلاني كنتغدد. وصلت السبعه وعيطت عليا الاستاذه دمالك، قلت ليها غدا نتعطل شي نص ساعه. من صوتها عرفتها ما عجبهاش الحال. ما عندي ما ندير، نصبر. كملت وخرجت انا وليت بجوش. قال انا غادي يلا نديك معايا. قلت له لا. وهو يقول بلاش. شديت تاكسي عند حبيبتي، لقيتها هي والعساس كيتسناو فيا. قلت عمي المعطي علاش ملاك معاه؟ وهي تقول ملاك ديك الخيبه خلاتني معاه ومشات. قلت ليها صافي دابا نتفاهم معاها. وهو يقول المعطي هاد الاساتذه ما عندهم مسؤوليه. قلت غير بلاتي غدا نوريهم يخليو ليا اختي في الزنقه، وشكرا عمي بزاف. قال هذا واجب بنتي. كمشت ليه 400 في ايدي وهزيت ملاك وشديت تاكسي اخر للريستو. فلوسي غيضيعوا ليا غير في التاكسيات بسبب داك بنادم. وصلت ودخلت بالتخبيه، جلست ملاك في واحد الطبله وحطيت ليها ادواتها ومشيت بدلت حوايجي. وهي تقول لي كريمه فين تعطلتي؟ قلت ليها وغير سكتي من بعد نعاود ليك. قالت سربي راكي عارفه اليوم محسن راه روبو. قلت ليها اوكي شوفي كيفاش تطبري ليا على شي حاجه نقصيها، راه يومين ما كليت كلشي كتقطع. قالت غدا نشوف. غير بدا يسرب. بديت وما مرتاحاش حيت واحد خينا غير حاضرني وكيدير فيا شي شوفات ماشي تلهيه. سربيتو وبغيت نحط ليها الكوموند وشد ليا في ايدي. قال معاش كتسالي غنتهلا فيك. ما قدرتش نجاوبو، نخاف نخرج على خدمتي. نطرت ايدي منه ورجعت حدا ملاك حيت ساليت. قالت فيا النعاس. قلت ليها ما كاينش فين غتنعسي، تكي على الطاوله. وهي تقول بغيت نمشي للدار. قلت ليها غنكمل خدمتي ونمشي. قالت لي لا دابا. وهي تقول كريمة هاكي بعدا قولي قبل ما تسخفي لينا. قلت ليها داك بنادم باقي ما جاش. قالت مازال. قلت ليها شوفي هذيك البنت اللي دخلت. قالت كريمة واخا غير سربي. وهي تقول لي مالك ذوقيني. قلت ليها هاكي شدي غير ما تديريش لي الصداع. كليت انا وملاك وشربت دواها، وهو يبان ليا مسقوط الوالدين داخل هو وهاديك الجلاخه. نط بالزربه ونسيت ملاك اللي باغا تنعس. خرجت عندهم وطلعت وهبطت فيا نسيان. قالت حبيبي باقي ما جريتيش عليها. قلت ليها شويه لاباس اختي. وهي تقول لاباس لاباس وهي تشير على الباب بصبعها. قلت
شوف كي دايرة، وهي تقول كل ثقة واعر عليك. قلت ليها الواحد قبل ما تكون عنده ثقة في النفس خاصو يكون عنده نفس بعدا. وهي تقول كتقالبي عليا. جليت وهو يقول روان قلتي بلا صداع وانتي سيري قابلي شغالك. قلت له ما كاين حد دابا. وهو يقول تلهيت شي حاجة ما تبقايش واقفة علينا. حددت راسي ودخلت لداخل وما لقيتش ملاك في بلاصتها، ومشيت الكوزينة وما لقيتهاش، ودخلت الفيستيار وما لقيتهاش، ومشيت الكوزينة وما لقيتهاش، قلبت عليها وما كيناش. عيطت على كريمة وقلت لها عتقي ما بانتش ليك ملاك. قالت لا علاش. قلت لها ما عرفتش فين مشات. قالت لي يا كريمة غير تهدني راه غنلقاوها ما عندها فين تمشي. قربلنا الريستو عليها والو. وهو يقول لي واش ما عندكم شغل؟ طبلة رقم ثلاثة من قبيلة وهما كيتصناو، شكون غيصير بيهم؟ انا خليته كينقر وخرجت برا. بانت لي ملاك وسط الشاطئ وطوموبيل جايه جهتها. جريت عندها عنقتها وكنتسنى في الطوموبيل تضربني. احتجرنا شي حد في الزربه. قال مالكي ما كتشوفيش؟ وهي تقول ملاك. ما تغوتش عليها. نزل عندها ليت وباسها وهزها بين ايديه دخلها. صدمني ولكن عادي، اصلا ملاك بنت زوينه وكتدخل القلب. وهو يقول اشنو سميتك؟ قالت له وانت اشنو سميتك؟ قال لي ليت. قالت سميتك غيبه انا ملاك. وهو يقول انتي سيري شوفي شغالك، ها هي معايا حتى تكملي. مشيت وديك الشيطانة مشات في حالها وانا دازت عليا وساليت مع 12. ومشيت لقيته ناعس وحط ملاك قدامه. ما بغيتش نفيقه كيبان ليا كيوت، ولكن للضرورة احكام. قصته في كتفه وهو يقول اش باغا؟ قلت له اختي. قال حتى تكملي. قلت اش غنكمل؟ وهو يقول ما جيتي حتى لثمانية تعطلتي ثلاثة ديال السوايع، غتزيديهم دابا. قلت له ولكن راه سدينا. وهو يقول مسحي الغبرة ولا جفي، أعطى الله ما ديري. ورجع غمض عينيه وخلاني كنتغدد. وعلى وحدي وسعدي صبرت حتى وصلت ثلاثة. بدلت حوايجي وجريت ليه اختي فاك مخنزة. قال نوصلك. قلت له الليل دابا. حط اختي قدام ودار لها الصمتة وانا اللور. وصلنا حتى لنص الطريق ووقف. قلت له مالك؟ وهو يقول سالا ليسانس. قلت واش كتهضر من نيتك؟ وهو يقول موالف كنضحك معاك. قلت له زعما عندك الفلوس وكتقرم على ليسانس؟ قال لي حسدتيني. يلا نزلي نكملوا على رجلينا. هزيت اختي وتمينا غادي. ملي شافني مضاربة معاها شدها من عندي. وصلنا وقلت له صافي ها هي الدار. بقى واقف ما مشاش وانا نقول له ادخل بات معانا ما غتلقاش ترونسبور دابا. وهو يقول لا غادي باني راسي. قلت ما تخافش ما غنغتصبكش غير اجي راه الربعة دابا. وهو يقول ووالديك ما كاين حد غير زيد. دخلنا وعطيتو بيتي وقلت انعس هنا وشوف الى صبحتي مع النز بلا ما تدعي عليا الله يرحم باك. قال لي شكرا. ومشيت خديت بيجامة من الماريو خليته يرتاح ولبستهم وتلاحيت نعس في الصالون. باقا ما سخنت حتى بلاستي وهي تصوني المقانة. شدتني البكية ما قدرتش نوض. عييت بزاف الجهد سالة. وليت كنطلب غير نهار ديال الراحة. وتفكرت العز اللي كنت فيه. فينك يا بابا؟ مشيتي وخليتيني في هاد الحالة وهاد العذاب. ما كاين اللي يشد بإيدي. ودعيت الله يعاوني ويعطيني القوة باش ما نضعفش. نضت وغسلت وجهي وصايبت لي قهوة شربتها وطليت على ليت ولقيته غارق في نعاسه كيبان زوين ودلهم.
غطيته ورجعت نوضت مالها، لبستها وفطرتها ومشيديتها للروض، بست حبوبتي ومشيت للشركة، خدمت عادي، والآخر باقي ما جاش. دخلت عليا روان وهي تقول المسخة كاينة هنا، ما جاوبتهاش. وهي تقول بشحال كتمشي معاه؟ قلت ايش هاد الهضرة، يمكن ما علموكش داركم ترابي. وهي تقول حتى تكوني معلماهم انت، درت شهيق وزافير باش ما نديرش شي حاجة ندم عليها. قربت حدايا روان وصرفقتني وقالت ليت بعد عليه ولا راه ما غيعجبك حال. وهنا وركات لي على الجرحة وهزيت كاس الماء وخويته عليها وتلاحيت ليها على دوك جوج زغبات اللي طالقة. فكرتني في المحاينة اللي دوزت غدايدي كاملين بردتهم فيها، وقال في الشركة تجمعوا علينا، ولكن حتى شي حد ما قدر يقرب. خلعتهم، جا ليت وقال إيمان تلقيها. وهي تقول روان ليت أعتقني، هادي راها مجرمة باغا تقتلني. أنا ما دويتش، بقيت غير كنبكي، ومشات كتجري للطواليت تشوف حالتها. وهو يقول ليت يلا سيروا لخدمتكم البشر. ودار عندي مخنزل، قال عصبتيني علاش ضربتو؟ قلت عيرات ليا والدي وهما ميتين، حشومة عليها، انا كنبغي ننسى وهي فكراتني. قال الله يرحمهم، صافي مسحي حالتك وما تبقايش تخلي اي واحد يستفزك. قلت له بغيت نعنقك. وهو يقول شنا هو؟ قلت له محتاجة نبكي على كتف شي واحد. وهو يقول وانا مالي؟ قلت ما عنديش علامة. وهو يقول واخا يلا واخا اجي. عنقت وبكيت حتى بردت، ولكن في الاخر داك العناق ولا في شي شكال تخلطوا الاحاسيس، حسيت بايدي كتسارى في ظهري ووجهه خشاف عنقي وباسني، اضرب في الضو، بعدني وهز لي وجهي وباسني بوسه خفيفه وغمض عينيه وحتى انا سايرته. وهو يتحل الباب، قالت روان ليت، بعدت عليه دغيا وهو ما تسوقش كيبان عادي. قال ما كتعرفيش تدقي قبل ما تدمي. وهي تقول بدلتيني بهادي. قال ليها خرجي في حالك قبل ما ندير فيك ايدي. وهي تقول غدا نوريك كيفاش تضحك عليا. وزد حات الباب ومشات. وهو يقول ليا قربي نكملو، ما كرهتش الارض تنشق ونتخشى فيها. ويلي هذاش كيقول؟ قلت له اش نكملو؟ وهو يقول لا والو، واحد ستد المليون لقيتها عندك في الدار، كيفاش قاديتيها؟ قلت له كتبقشش. وهو يقول انتي اللي مخليهم حدا راسي. قلت له رزقي وجمعته علاش كتسول؟ قال ملي عندك الفلوس رخفي على راسك شويه، وانتي لا نعاس لا ماكله. قلت لا ما عنديش، راه خاصني بزاف. وهو يقول ليش بغيتيهم؟ قلت له ماشي سوقك. قال لي نقدر نعاونك. وانا نقول ولاش غتعاوني؟ قال كلشي بتمامه. قلت له ما فهمتش. وهو يقول فهمتيني، المهم راه غادي دابا للريستو، يلا نوصلك معايا. قلت له واخا. وركبنا وبانت لي الطريق بدله. قلت هادي ماشي هي الطريق. قال فيا الجوع نمشي وناكلو بعدا. وانا نقول علاه هذاك ماشي ريستو تاكل فيه؟ قال لي لا. وقفنا قدام ميني فيلا. وانا نقول ياك ما حيت بستك يحسب لي كنبيع راسي. وهو يقول باغي غير ناكل والله. قلت تحت سناني تاكل جنابك. وهو يقول شفتي ها انتي بديتي كتزعمي. ضحكت وقلت له لا غير كنضحك. هبطنا من الطوموبيل ومشينا دخلنا للدار. وهو يقول كتعرفي الطيبي؟ قلت له لا علاش؟ وهو يقول غير سولت. شد لي في ايدي وجرني الكوزينة، حليت فمي، واو كل شي كيبان واحد، البلاكارات الماعن كل شي زوين. قلت له سعداتك الفيلا عندك واعرة.
قال لي يا شكرا، وانا نقول له وفين الخدامة؟ قال ما عنديش خدامة. قلت ليه شكون كيطيب ليك؟ قال لي يا راسي، كل 3 ايام كتجي وحدة من لاجونس كتقاد الدنيا وكتمشي في حالاتها. وانا نسوله على عائلته وهو يقول ما لاحظتيش كثرتي الأسئلة، حيت بنادم أعطيها غير القميع. يا لطيف منه، ولكن الصراحة شوفة فيه كتحل الشهية. قلت أش غطيب؟ قال لي بات بالبيشاميل والفرماج والكفتة. أفرحت، قال لي كيعجبوك؟ قلت له بزاف، كانت ماما ديما كديرهم ليا. وهو يقول كيفاش ماتوا؟ تقلقت وقلت داكشي بعيد عليك. كمل الطياب وحط ليا في التفصيل. قال اختك شنو عندها؟ قلت له دخل ليها الدخان في الريه ديالها وعندها ضيق تنفس. وهو يقول تقدر تعالج؟ قلت له العمليه ب10 المليون، منين غنجيبهم؟ وهو يقول عاد فهمت علاش كتخدمي جوج خدامي. قلت له داكشي باش نقدر نجمعهم. وهو يقول انا غنعطيهم ليك. قلت اعطيني شي سبب يخليك تعاوني. قال لي حيت كتعجبيني وبغيتك. قاطعته وقلت ليه اسمح لي، ولكن شرفي ما نفرطش فيه، واختي قاده بيها. قال خليني نكمل هضرتي. قلت له ايش غتكمل؟ قصدك واضح. قال كيف جاك طيابي؟ قلت له ما بيهش. قال ما بيهش؟ قلت له اه ما بيهش. وهو يقول ايش قلتي؟ قلت لي كتدوخني كل مره كتبدل الموضوع. قال لي فكري مزيان، اختك اولى ليك من كل شيء، خودي من عندي فلوس العمليه وعتقيها. سمعت باللي في هاد الحالات قد ما تعطلتي قد ما كتكون الخطوره كبر ونسبه نجاح العمليه قليله. قلت ليه هذا كيتسمى استغلال عاطفي. سكت وبقيت كنفكر. عنده الحق، من واحد الناحيه ملاك هي الاولى، اهم حاجه اختي تبرى ونشوفها كتلعب بحالها بحال الدراري اللي قدها. قلت له اه موافق. ابتسم حتى بانت ليه درس العقل المكبوت الاخر. وهو يقول سيري انت للدار وانا غدا غنقاد ليك امور سبيطار. قلت له خاصني ندوي مع الطبيب ديالها. قال نساي انا غنتكلم، غدا مع 10 نلقاكم واجدين. ما زدت حتى كلمه. خرجت في حالتي ما راضياش على هذا الوضع، ولكن فاش فكرت مزيان قلت ليله وحده معاه وغدا تحيد عليا حمل كبير، اصلا هو كيعجبني. وكيف ما العاده مشيت هزيت اختي ورجعنا للدار، وكلتها وشربتها دواها وتسنيتها حتى نعسات، ونطت وضيت وصليت قيام الليل ودعيت الله يغفر لي المعصيه اللي غدا ندير ماشي الخاطر. أدن الفجر عاد حطيت راسي على المخده. الصباح كنفيق على التقرقيب، غير حليت عيني ما كرهتش ندب. قلت امي يمتي على غديتي، انتي اش كديري يا المسخوطه باغا تقتليني؟ وهي تقول ملاك كنلعب. قلت ليها سيري الله يلقيها لك، خرجتي عليا. وهي تبدا تبكي. قلت ليها صافي غير سكتي الله يرضى عليك باش ما تخنقيش. غسلت ليها وجهها ولبستها حوايجها وجلست كنخمم في هاد المصيبه اللي طيحتني فيها. شديت الوراق ديال المناقصه نسيتهم وجبتهم معايا للدار، قطعاتهم وخشاتهم في سطله ديال الماء. اشنو غدا نقول الليل دابا؟ اوف، حتى كنسمع في الدقان في الباب. نط حليت الباب وهو يقول مالكي؟ قلت له لا والو. قال غتخليني في الباب؟ قلت اه لا اسمح لي ادخل. ومشى عند ملاك بازها وخليته كيلعب معاها، ودخلت الكوزينه كنصيب قهوه. شرب القهوه وخرجنا، ركبت ملاك اللور وانا ركبت حدا ليت وشدينا الطريق للسبيطار. كنشوف في ليت وبان ليا اللون بوجهو تبدل. قلت له ليت مالك؟ قال
غنقول وما تخلعيش. قلت له اش كاين دوي الله يرحم باك. وهو يقول الفران ما خدامش. بديت كنضحك وهو يقول واش هذا وقت الضحك. قلت له اويلي يا ليت اش غندير واش غنموتو. قال ما عرفتش انا غندوز من طريق الغابه كتكون خاويه. وجبت تليفوني عطيتو لختي هو والكيت ودرت ليها الموسيقى باش ما تبقاش تسمع هضرتنا وتخلع. ما قدرتش نحبس دموعي خفت نموت وانا مقصره مع سيدي ربي. جرني ليت من شعري حتى تحط راسي على الكابيه ودت حاد الطوموبيل بالجهد ورجلي الضربات حسيت بها غدا تقطع والدم كيهوت ليا على وجهي وسمعت اختي كتغوت. داك الشي داز بالسربه هزيت راسي غير بالزز وشفت ليت كله دم راسه مضروب ضربه خايبه. ودرت عند ملاك ولقيتها النفس مقطوع عليها. الدنيا دارت بيا بغيت نرجع اللور عند اختي باش نعطيها الرابوس باش تنفس. ما قدرتش رجلي واحله مخشي فيها عود ديال شجره. قلت ملاك شوفي فيا حبيبه اري لي الصعب مسكينه وجهها والاحمر بقلت الاكسجين في الجسم ديالها. جرات الساك ولحتو ليا وجبت ليها الرابوس وتعافرت حتى درتو ليها. خليتها شاده بايديها ودرت عند ليت ولقيتو كينزف بزاف ويلا بقى على هاد الحاله غادي يقدر يموت. المشكله البلاصه خاويه وما كاين فيها حد. ما كانش عندي شي حل من غير نتشجع وغمضت عيني وخرجت العود من رجلي. حسيت بروحي غدا تخرج والدم بدا كيرشرش منها والدم بدا كيزيد. ما تسوقتش ليها وخا الالم كان قوي. هبطت من الطوموبيل وخرجت عند ملاك وخرجت ملاك وجلستها فوق واحد الحجره ورجعت عند ليل جريته ب66 كشيفه وبديت كنفيق فيه ولكن والو ما كانش في هاد العالم. حيدت القبيه اللي كنت لابسه قطعتها وحزمتها ليه على راسه باش يتحبس ليه الدم وخا غير شويه. ومشيت للطوموبيل ولقيت قرعه ديال الماء. رجعت عندو خويتها ليه على وجهه وكنطلب الله يعيش. الا وقعت ليه شي حاجه نقدر نموت. عاد حسيت شحال انا كنبغي ومتعلقه به. هاد الايام اللي دوزناها بجوج خلاتني نعشقه